رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إعادة فتح المساجد بعد أن دعت الضرورة الواقعية والمصلحة الشرعية لإغلاقها نعمة عظمى من ربنا سبحانه وتعالى، وتستوجب منا شكر الله سبحانه وتعالى عليها، ثم شكر ولاة الأمر على إدارتهم الحكيمة للأزمة عموما ولحرصهم على عمارة المساجد خصوصا، سواء العمارة الحسية بصيانتها أثناء فترة الإغلاق حتى تكون جاهزة لفتحها فور الإمكان، وبعمارتها المعنوية بفتحها فور إمكان ذلك بلا تأخير. فيشكرون جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا على قرار إغلاقها وعلى قرار فتحها، ويشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية على حرصه الشديد على عمارة المساجد حسا ومعنى. ومن شكر هذه النعمة أحبتي في الله أن نحافظ على استمرار فتحها، وذلك بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة، وبالتعليمات المتعلقة بذلك التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية، مع الحرص الشديد على نظافة الأيدي وأخذ سجادة خاصة إلى المسجد وتعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه وكبار السن الذين يتجاوزون 60 والصغار الذي دون 15 يصلون في البيوت، كذلك بتجنب الازدحام في داخل المسجد وعلى أبواب المسجد. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا والمسلمين والمسلمات، وأن يرفع هذا الوباء بالكلية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأبشر العائدين إلى المساجد بأن المؤمن إذا توطن المساجد ثم غاب عن المسجد لعلة ثم عاد إليه، أن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب له. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك، وأن يعيننا على الالتزام بما يصدر في هذا الشأن. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفرحنا بفتح أبواب الجنة لندخل